للسقي إلى الجليل الأعلى. معك كريستين، حزب الله وصف عملياته بالنوعية هذا اليوم، ما الذي خلفته مما رصد لديك كريستين؟ وأجبر الجيش الإسرائيلي أمال على الاعتراف بإصابة جنديين اثنين، قال إن جراحهما توصف ما بين المتوسطة والطفيفة نقلا للعلاج، وذلك بعد إبلاغ عائلتيهما. ذلك ورد في آخر بيان للجيش الإسرائيلي، وفيه جرى الاعتراف بهذه الإصابات، كانت جراء إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه المنارة في إصبع الجليل. نتحدث عن موقع في محيط كريات شمونة وبلدات ومواقع وكيبوتسات إصبع الجليل. كانت أصلا دوت صفارات الإنذار مرتان هناك هذا اليوم أمال، وفي بعض المواكبة والحالات قالت القناة 12 الإسرائيلية إن 14 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه المنارة، وبالتالي واضح أنها كانت عملية نوعية واستهدفت جنودا إسرائيليين. كان هنالك بيانين لحزب الله قال فيهما أنه استهدف ثلاث الطيحات المقصود فيها عمليات واستهداف المنارة الذي جرى هذا اليوم. أيضا كانت دوت صفارات الإنذار في زرعيت بالجليل الغربي، لم يحدث الجانب الإسرائيلي، في حين أن بيان حزب الله كشف طبيعة الاستهداف وقال أنه أطلق صاروخ من نوع فلق باتجاه زرعيت بالجليل الغربي. اليوم أيضا إلى جانب هذه التحديثات الميدانية، كان الجيش الإسرائيلي أعلن عن أنه شكل لواء جديدا في الجيش مختص للتعامل مع الحدود السورية اللبنانية، أسمى هذا اللواء لواء الجبال هيهريم، وهذا اللواء مخصص للتعامل مع مزارع شبعة اللبنانية المحتلة وأيضا جبل الشيخ. يقول الجيش الإسرائيلي إن تشكيل هذا اللواء جاء بعد تحليل عملياتي لاحتياج الجيش خلال الحرب، وفي إطار تقييم الوضع الأمني وأيضا الاحتياجات التي أيضا تستدعيها هذه الحدود. يبدو أن الجيش يريد ويحاول أن يقول إنه في جهوزية متواصلة لاحتمال أي سيناريو أو انزلاق هذه المواجهة من مشهد اشتباكات وعمليات متبادلة إلى سيناريو المواجهة الشاملة، وهذا ما نسمعه على ألسنة المسؤولين الإسرائيليين. آخر التهديدات كانت على لسان إسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي، الذي قال إن على الولايات المتحدة أن تضغط على إيران وحزب الله من أجل إبعاد قوة النخبة قوة الرضوان من وخلف نهر الليطاني، وبذلك تطمئن إسرائيل وتعيد 80,000 من نازحيها. أيضا كان هنالك بيان للجيش الإسرائيلي قال فيه إنه استهدف 5 مناطق في الجنوب اللبناني، قصف مباني عسكرية تابعة لحزب الله في أكثر من موقع، في عيت الشعب، في العديسة، في ميس الجبل، في النقورة، في كفر كيلا، كل هذه المواقع كانت في مرمى العدوان الإسرائيلي. كما ذكر محمد، نتحدث عن عمليات بوتيرة ارتفعت مقارنة بالأيام الماضية، وأيضا كانت طبيعة الاستهداف مختلفة، استهداف للجنود وأيضا نتيجة ملموسة لهذه العمليات بإصابة جنديين. أذكر على هذه الجبهة بأن الإسرائيليين يعترفون بمقتل 18 شخصا، 12 جنديا منهم والبقية هم من المدنيين، إلى جانب أيضا إصابة العشرات من الإسرائيليين والجنود جراء العمليات التي تنفذ. العمليات التي تنفذ إطلاق صواريخ ثقيلة، صواريخ موجهة مضادة للدروع، إطلاق أهداف أو مسيرات وطائرات مسيرة من الجنوب اللبناني باتجاه الأجواء الإسرائيلية، وطبعا إلى جانب المواقع ومرابط المدفعية وتموضعات الجنود يستهدف حزب الله أيضا والمقاومة الفلسطينية في لبنان، يستهدفون قواعد وثكنات عسكرية على هذه الجبهة، إن كان مع الحدود مع لبنان أو الحدود مع سوريا أيضا أمال. نعم كريستين ريناوي، شكرا على هذه التفاصيل من الجليل الأعلى.